صباح الخير، شلونكم؟ ان شاء الله تكون بخير. اليوم جايكم فيديو جديد عن تحديات لعبة ريد ديد ريدمشن 2، ويلا نشوف التحديات اليومية. ونبديها بموقع مدام نزار لهذا اليوم، فتحصلوا بهذا المكان بالضبط اللي هو تحت الثيس لاندنج. يلا نشوف التحديات اليومية. التحدي الأول مطلوب عندكم تقتلون 2 من الباينسون وتسلخون الجلد مالته. التحدي الثاني مطلوب عندكم اللي هو تطبخون البراين بيف بالأعشاب. طبعا لحم البراين بيف تحصلوه من الأبقار، أو تقدرون تروحون على أي قصب موجود باللعبة تشترون من عنده البراين بيف. التحدي الثالث مطلوب عندكم اللي هو تشربون 3 من القهوة. التحدي الرابع مطلوب عندكم اللي هو تصيدون 10 من الأسماك. أي نوع من الأسماك كانت تصيدوها راح يخلص عندكم هذا التحدي. التحدي الخامس مطلوب عندكم تقفزون من الخيل مالتكم على القطار وهو يكون متحرك. طبعا القطار تحصلوا بأغلب الأماكن اللي يكون بيها البوست، مثلا عندكم بمدينة بالنتاين تنتظروا عند مكان البوست اللي هو بهذا المكان بالضبط، وعدكم بمدينة رودز عند مكان بوست بهذا المكان بالضبط، وعدكم بساندينيز. تقريبا يمر بأغلب الأماكن اللي يكون متوفر بيها البوست. التحدي الثالث مطلوب عندكم اللي هو تقتلون 3 لاعبين أونلاين باستخدام البستل بأي إيفنت كان. البستل عندكم البستل اللي هو هذا البستل. بالنسبة للإيفنتات أو الكوليكتر راح تحصلون لينكات ب
بالوصف. التحدي الأخير مطلوب منكم تلعبون مهمة ذا بوي. بالنسبة للمهام تروحون على الماب تكبسون مربع وتروحون على المهام وتروحون على مهمة ذا بوي اللي هي هذه المهمة، تحصلوها تحت فالنتاين. طبعا اللي ما عنده هذول المهام أعتقد يمكن ما لعبها، فلازم تلعبون مهام الغرباء وراح تطلع عندكم هذول المهام. بالنسبة لتحديات الباونتي انتر، فالتحدي الأول مطلوب عندكم تلعبون واحد باونتي انتر وتخلصوه بوقت 5 دقائق أو أكثر. التحدي الثاني مطلوب عندكم اللي هو تتبعون 3 باونتي انتر بخاصية الإيجل آي اللي هي خاصية الشخصية. التحدي الثالث مطلوب عندكم اللي هو تلعبون 3 باونتي هنتر من بورد واحد، تروحون على أي بورد موجود باللعبة تلعبون من عنده 3 باونتي هنتر وراح يخلص عندكم هذا التحدي. أما تحديات التاجر، فالتحدي الأول مطلوب عندكم اللي هو تبيعون بضاعتين تكون مسافة قريبة. التحدي الثاني مطلوب عندكم تتبرعون للتاجر ب6 حيوانات تكون حجم كبير. التحدي الثالث مطلوب عندكم تلعبون ريسبلاي ميشن وتخلصوا بوقت لا يزيد عن 5 دقائق. طبعا الريسبلاي ميشن تحصلوا وقت ما تكلمون التاجر. اما تحديات الكولكتر، فالتحدي الاول مطلوب عندكم اللي هو تجمعون 3 من الورد الامريكي البري. التحدي الثاني مطلوب عندكم تجمعون 6 اشياء كولكتر اي اشياء كانت. التحدي الثالث مطلوب عندكم تجمعون 2 اشياء كولكتر باستخدام الحساس اللي هو أما تحديات الموشاين، فالتحدي الأول مطلوب عندكم اللي هو تتنقلوا مسافة 4827. راح يصير عندكم هذا التحدي وقت ما تتنقلون لبيع بضاعة الموشاين. التحدي الثاني مطلوب عندكم اللي هو ضيفون 4 من اللاعبين الأونلاين بالموشاين مالتكم. التحدي الثالث مطلوب عندكم اللي هو تعزفون مع الفرقة لمدة دقيقتين مرتين. أما تحديات الطبيعة، فالتحدي الأول مطلوب عندكم يمر 24 ساعة بوقت اللعبة بدون ما تقتلون أي حيوان. التحدي الثاني مطلوب عندكم اللي هو تأخذون 3 عينات من حيوانات الفارملاند. بالنسبة لحيوانات الفارملاند فتروحون على فالنتاين وتروحون عند هذا المكان بالضبط، هتلاقون خرفان تاخذون 3 عينات من الخرفان راح يخلص عندكم هذا التحدي. وعندكم المكان الثاني اللي هو بهذا المكان تاخذون 3 عينات من الخنازير راح يخلص عندكم هذا التحدي. التحدي الثالث مطلوب عندكم تاخذون 2 عينات من الحيوانات الليجندري، تروحون على هاريت وتلعبون المهام الليجندري وتاخذون العينات وراح يخلص عندكم هذا التحدي. إن شاء الله أكون أفدتكم هذا الفيديو. لا تنسوا من اللايك والاشتراك بالقناة إذا مشترك وفعل الجرس وشارك الفيديو كل أصدقائكم من أبو ردد. أشوفكم في فيديو ثاني. سلام.